مرحبا بكم اليوم الناس الكل في راديو بلس تي ان. اليوم الهادي زعيم يخرج عن صمت ويرد على الاتهامات بخصوص نزاهة قرعة إقامة حنين بعد ما عبر بعض التونسيين عن غضبهم إثر عملية قرعة منزل إقامة حنين بعين زغوان على قناة الحوار التونسي بعد أن اتضح ادعائهم أن الفائزة نوال طبيبة أسنان وهي تعالج فريق عمل قناة الحوار التونسي. وفي هذا السياق رد الإعلامي هادي زعيم على هذه الاتهامات تشكك في نزاهة القرعة والمسابقة قائلا القرعة متاع الدار تصير على المباشر ليلة بث الحلقة ولا نتدخل مطلقا. بالإضافة إلى ذلك يوجد عدل منفذ محلف يشرف على سير العملية وكل ما يروج من خزعبلات من أن الفائزة طبيبة أسنان العاملين في قناة الحوار التونسي لا أساس له من الصحة لأن لكل شخص طبيبه الخاص. وبعد التصريح ذيل هادي زعيم أنا حديثه باستهزاء قال تحية إلى طبيب الأسنان الذي يبشرني واستغل هذه الفرصة لأقول له عيدك مبارك. ما تنسوش أتوني رأيكم في التصريح اللي قاله هادي زعيم وزعم تحيل على التوانسة ولا ما تحيلش هذا مش نسمع منكم ردكم أنتم وهكذا كنوا سنة لنهاية الموضوع.